مما يحزن الإنسان أن يرى الشباب قد تثاقلوا وتقاعسوا في طلب العلم الشرعي، مع أن الواحد منهم لو سئل عن أبسط المسائل، وهي ليست بسيطة في قدرها، لكن لو سئل عنها لم استطاع يجيب. وبالفعل أناس يتخرجون من كليات شرعية نلتقي بهم ويسألون عن أركان الصلاة وعن واجبات الصلاة وعن شروط الصلاة لا يدركونها. إذا سئل عن توحيد الألوهية ما هو لا يعرفه ولا يفرق بينه وبين توحيد الربوبية. إذا سئل عن كتاب مشهور مؤلفه ما يعرف من هو، وهذه مصيبة. مثل الطحاوية، شخص تخرج من كلية الشريعة ويسأل لمن هذا فيقول لشيخ الإسلام التيمي، هذه ما هي مصيبة، مصيبة كبرى، مع أنه قد أخذ هذا الكتاب، والسبب أنه ما أتى العلم الشرعي، إنما أتى من أجل الشهادة، نسأل الله السلامة والعافية. فالقضية قضية أمة، ليست قضية شخصية. العلم الشرعي مهم جدا، والله لو أن الناس قبل أن تنفتح عليهم هذه الانفتاحات من القنوات ومن الانترنت، لو كانوا على استعداد مسبق بالعلم الشرعي ما تأثر الكثير، وهذا شيء ملاحظ وملحوظ. ونسأل الله الثبات على دينه، لأن الإنسان الحي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما تؤمن عليه الفتنة. صحيح دعاة كانوا مشهورين في السابق ويعرفون وكانوا على خير، لكن لما جاءت هذه الانفتاحات والعلم قليل، إنما هي دعوة مجرد معلومات وتربويات، تغيرت أحوالهم. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله يثبت قلوبنا، إلى درجة أن البعض يحلل الأغاني وذكر أدلة وأمثلة، أين طريقتك الأولى وأين طريقتك الآن، ويتبعون المتشابه وأمور كثيرة. ما كان يظن أن مثل هذا الرجل أنه سيتحدث في هذا الموضوع ويجيس مثل هذا الشيء. على أقل الأحوال من لديه نظر ثاقب وفهم صائب، على أقل الأحوال في قضية الغنى لو لم يكن هناك دليل شرعي نص على تحريمه، مع أن الأدلة كثيرة من الكتاب ومن السنة، لو لم يكن نقول انظر الواقع، ماذا أحدثت هذه الأغاني في شباب الأمة؟ يكفيك أنه دليل على شرها وبلائها، لكن نسأل الله العافية والسلامة. وهذا ناتج من ماذا؟ ناتج من قلة العلم الشرعي. والموفق من وفقه والله، لا شك أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء، لكن من وسائل الثبات على شرع الله عز وجل بإذن الله تعالى بتوفيقه والعلم الشرعي. لكن إذا خال الإنسان حتى لو كان داعية وكان مفكرا، إذا خال من العلم الشرعي فإنه ربما تزل قدمه، ولا يحتاج إلى ذكر أسماء، والواقع قد أوضح وأفضح